إحياء للذكرى 59 للمقاومة الفلسطينية المسلحة، وفي اليوم الوطني للشهيد الفلسطيني نظمت اليوم جمعية مشعل الشهيد منتدى الذاكرة بالتنسيق مع جريدة المجاهد. الندوة التي حضرها نائب سفير دولة فلسطين وسفير جمهورية اليمن وممثلون عن الجالية الفلسطينية والفعاليات من المجتمع المدني جدد خلالها الحاضرون موقف الجزائر الداعم والمتضامن مع القضية الفلسطينية إلى غاية تقرير مصيرها كدولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.